بالروح بالدم نبيك يا شهيد، 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 بالروح بالدم. من أن يعيش منافقا يتملق
والسجن من أجل الكرامة عزة وكرامة، فليسجن وليوسق من لم يزق ظلم السجون وضيقها. ما كان للتحرير يوما يعشق، إن الفساد وإن تطاول عهده سيجيء بعد الليل فجر مشرق، سيجيء بعد الليل فجر مشرق إن شاء الله. أنا عندي كل العناوين بس بدي أدرش من الأعمال. نفديك يا نوح بالروح بالدم، 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 نفديك يا نوح بالروح. يا شباب أنا قلت لكم بدنا الشركة، ما بكفي رئيس الشركة، بدنا 500 واحد من مدينة بنجاس. ان شاء الله ما بنكمله. ان شاء الله. ان شاء الله. يا شباب باذن الله انا حسبت لكم 5500 عامل من بنجاس. الله اكبر. منا تعرفين يا شباب. بدنا نعوض هالسموم اللي شربناه يوم شمناه. ما فينا بدنا نشتري دواء. عم يدعوا انه جيعانين الحمد لله ليكن ها. كذبوا ومنا جيعانين. نحن اللي شبعنا يا الله البلاد المسؤولين هذول. الله اكبر. اللي شبعنا محافظ طرطوس اللعين. احد الشباب على تسموهم جاء الى بيت محمد دحوم. لا ما بيستاهلش يجي على بنياس. يخاف من وجود بنياس. انت من اسد محافظ طرطوس براءه مرافقه ما شاء الله. لا يستطيع ان ياتي لبنياس. لك والله بيخاف من واحد من جيراننا انه يهجم عليه. والله يخاف من الثوم الاسود اذا راه امامه على الطريق. جابت 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 هذا المحافظ يتولى محافظه بكاملها ولا يعرف اسم امه واباه. لعن الله. لعن الله. انت شو خايف؟ بس يا شباب. يا عليك. يا عليك. عم رئيس البلدية عصى. رجع في العدد عمره. خليك. بس في هذه. يرحم الله. محافظ بالذات. محافظ بالذات. زلنا يا شباب. زلنا يا شباب. أرض الناس بتحرقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقل ذهب الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا شباب في واحد من الأمن من كبار رجال الأمن قال لنا هدول هالشباب اللي عم ينزلوا عن مظاهرات ما خايفين على أن يبقوا عليا أهلهم؟ لا امنوا انتم خايفين. نحن اهلنا الوطن اهل مسؤولية كلها. مسؤولية لما بيموت واحد بتصلي في سبيل الله وفي سبيل سوريا. صادق 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 صادق. واحد تاني قال انتوا ليش عم تنزلوا على المظاهرات وشو مطالبكم؟ هاي وظائف السلطان. وقالوا بالتصريحات اللي رد على انتوا شو في بعد منا؟ قلنا بعد منا نحن مثل الام بدها تطبخ طبخه بتقول له لابنا روح اجمع الحطب وشعل النار. نحن الحطب
حضر الثورة. بيطبخ بعقولهم وتفكيرهم. نحن لا بدنا كراسي ولا بدنا رعاسي ولا بدنا شيء. نحن بدنا الحريه والمساواه والعداله في كل شيء، المساواه في كل شيء. لا في واحد له فضل على الثاني، هذا مطالبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبه امورنا الى خير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يشرفني أن أضم صوتي إلى صوتكم. فهذا المظهر مظهر حضارة ومظهر رقي، لأن شعاره الحرية، لأن شعاره رفع الظلم، لأن شعاره إزالة الفساد، لأن شعاره العزة، الكرامة، الصمود، الإباء. فحياكم الله أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير أن يجمعني وإياكم مع إمام النبيين وسيد المرسلين في جنان النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.